لازم نقوله في الاقتصاد المصري، كلام تاني لازم نقوله ببلدنا يتعلق بمبادرة هنطلقها النهاردة، احنا اطلقنا عليها كلام تاني يلا نصنع. هذه المبادرة ستكون تحت رعاية اتحاد الصناعات المصرية، والحقيقة انا بشكر المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية على تبنيه لهذه المبادرة. المبادرة دي احنا عايزين نقول فيها يلا نخلق في مصر ثقافة اسمها ثقافة التصنيع، يلا نخلي رأس المال يقول انا هدخل في مشروعات صنع بيها منتج ما، يلا نخلي الشباب اللي بيدور على فرصة عمل يقول أنا هدخل في مشروع واصنع منتج، يلا نخلي صناعات بلدنا تغزو الأسواق العالمية، لأن في دول زي ما قلت لحضراتكم قبل كده ما كانتش موجودة على الخريطة. دلوقتي حضرتك لما بتسافر في أماكن برة بتلاقي صناعات لهذه الدول، وصناعات بسيطة لكنها استطاعت أن تغزو الأسواق العالمية. ليه ما نصنعش؟ ليه ما نقولش كلام تاني عن التصنيع؟ ده اللي هنحاول نعمله النهاردة في مبادرتنا يلا نصنع، وهنبقى على استعداد تام لتلقي كافة، هيكون الهاشتاج الخاص بالمبادرة موجود مع حضراتكم على الهواء دلوقتي، هنتلقى عبر صفحة البرنامج وعبر الاتصالات كل الأفكار المطروحة، وسيتم دراسة كل هذه الأفكار، واتحاد الصناعات المصرية زي ما قلت لحضراتكم هو راعي رسمي لهذه المبادرة، وهنتابعها، مش هتبقى مجرد حلقة بنعملها أو فكرة أو مبادرة بنطرحها، لكن هنستمر في متابعتها.